قبل الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا الحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع ولده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول: كأني بأوصالي تقطعها أسلام الفلوات بين النواويس وكربلاء. لماذا أسلام الفلوات؟ أسلام يعني ذئاب، ما قال الأسود، ما قال النمور، ما قال الفهود، ما قال الكلاب. يقولون لأن الذئب بصورة خاصة فيها صفات، هذه الصفات كانت صفات أهل الكوفة وبني أمية وغالب الحكام الظالمين. ما هي الصفات؟ من جملة الصفات أن الذئب ما يمشي مشي عادي، وإنما في وقت مشيه يقفز. من جملة الصفات أن الذئب ما يمشي مستقيم، وإنما في وقت مشيه يلتفت يمنة ويسرة ويتحرك دائريا. من جملة صفات الذئب أن الذئب لا يأكل لشبعه وإنما للاستهتار، فإذا جعلت أسدا في جماعة من الغنم وقطيعا من المعز يأكل معزة أو شاطة. أما الذئب يفترس كل الشياه ولو كانت 10,000 لأنه لا يأكل لشبعه، وإنما يأكل خبثا ويفترس استهتارا. من جملة صفات الذئب الصفات الخاصة بالذئب أن الذئاب تأكل بعضها بعضا وتجرح بعضها بعضا وتنهش بعضها بعضا. أسود ما هكذا تفعل، الكلاب ما هكذا تفعل، الفهود ما هكذا تفعل، النمور ما هكذا تفعل. ولذا يقولون في بعض مناطق العالم من إفريقيا أو غير إفريقيا الثيران الوحشية إذا أرادت أن تنام بالليل تنام دائريا ورؤوسها خارج الدائرة وأعقابها داخل الدائرة، حتى إذا حيوان مفترس هاجمها تدافع عن نفسها بسبب قرونها. أما الذئاب في وقت نومها تنام دائريا إذا كانت مجتمعة وتجعل رؤوسها في داخل الدائرة وأعقابها خارج الدائرة، ولما تنام الذئاب متنام بالعينين، وإنما تنام عين ساعة ثم تفتح هذه العين وتنام بهذه العين ساعة، وعلى هذا المعدل تقطع الليل نوما بعين دون عين، يعني عين منفتحة وتشوف وعين منغلقة ومتشوف. لماذا؟ لأن أي ذئب
نام بعينيه. فورا الذئاب إخوته وأصدقاؤه وأقرباؤه يقفزون عليه يفترسونه، ولذا هم ينامون هكذا، يعني رؤوسهم في داخل الدائرة حتى يراقب بعضها بعضا، وحتى أنها لا تفترس بسبب أصدقائها وأقربائها وزملائها. الإمام الحسين شبه أهل الكوفة بعسلان الفلوات. فلوات جمع فلات، فلات يعني صحراء، لأن أكو فرق أيضا بين عسلان الفلوات لأنها مغلف الوحشية وهذه الصفات، وبين عسلان الغابات فإنها مو بتلك الإغال في الوحشية، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. هذه كلمة عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ونفس هذه الخطبة لكل كلمة تفسير وتأويل وتحقيق، لأن هذه خطبة جامعة ذكرها الإمام الحسين لموقفه عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى هدف الإمام الحسين وتكليفنا نحن. هدف الإمام الحسين كلنا نعلم الهدف ما كان إسقاط يزيد. يزيد ما له قيمة حتى الإمام يسقطه، وإمام أقل شأنا وشرفا من أن يكون يريد إسقاط يزيد، ولو يزيد مجرم ويجب إسقاطه. وما كان هدف الإمام فقط إسقاط الدولة الأموية، ولو أن الدولة الأموية دولة مجرمة ويجب إسقاطها، لكن الإمام أشرف، يعني الإمام لا يصرف 1000 دينار لأجل مكسب 5 دنانير أو 10 دنانير. الإمام الحسين إنما نهض وقام حتى يعطي للأجيال خط لإسقاط الظالمين أينما وجد وأينما كان. هذا هو هدف الإمام الحسين في تفصيل، لأننا نوجز البحث حول موضوع تكليفنا نحن مستنيرين بنهضة الإمام الحسين وهدف الإمام الحسين. كلنا نعلم أن هدف الإمام الحسين تطبيق القرآن، هذا لا شك فيه. سئلت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أخلاق الرسول. أخلاق الرسول يعني مو أخلاقه فقط في سلامه وصباحه وقعوده وقيامه، يعني سيرته، يعني سلوكه، يعني أسلوبه في الحياة. ما هو أخلاق رسول الله؟ أجابت الزوجة، زوجة الرسول، كانت أخلاقه القرآن. يعني إذا رأيتم في القرآن الصلاة الرسول يصلي، إذا رأيتم الجهاد الرسول كان يجاهد، إذا رأيتم الرأفة والرحمة الرسول رؤوف رحيم، إذا رأيتم السلام الرسول مسلم على الناس، وإلى آخره. فكانت أخلاق الرسول القرآن. بالنسبة إلى القرآن الحكيم وتكليفنا والذي نهض الإمام الحسين لأجله أيضا، وينهض كل المصلحين سواء من الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، الزهراء، علي، الحسن، الإمام السجاد، وثم ينهض الإمام المهدي في آخر الزمان عجل الله تعالى فرجه، الهدف تطبيق القرآن. الإخوة، يجب علينا أن نفكر في هذا المبحث الذي نبحثه بالنسبة إلى هدف الإمام الحسين وتكليفنا نحن في تطبيقه. في القرآن الحكيم أكو آيات للصلاة وهي مطبقة قليلا أو كثيرا، كثير من المسلمين يصلون. في القرآن الحكيم آيات الحج، كثير من المسلمين يحجون. في آيات القرآن الحكيم الخمس، كثير من المسلمين يخمسون. في آيات القرآن الحكيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، النهي عن إساءة الظن، النهي عن شرب الخمر، النهي عن الزنا،
كثير من المسلمين يطبقون هذه الأوامر إيجابيا أو سلبيا. ناس من آيات القرآن الحكيم المسلمون ككل ما يطبقوها. كلامي في هذه الثلاث آيات غير مطبقة عند المسلمين. المسلمون اليوم 1500 مليون كما نعلم، يعني ما يقارب ربع أهل العالم مسلمون. إذا كان أهل العالم 6 مليارات على بعض الإحصاءات، المسلمون 1500 مليون. هل 1500 مليون هذه الآيات مو مطبقة عندهم؟ والضروري علينا أن نطبق هذه الآيات ونقوم لأجل تطبيقها. الآية الأولى آية الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هل هذه آية في القرآن؟ لا. إذا آية في القرآن هل نحن نطبق هذه الآية المسلمون؟ الآن نحن 50 أمة، الأمة العراقية، الأمة الإيرانية، الأمة البحرينية، الأمة الجزيرية، الأمة الباكستانية، الأمة الهندية، الأمة الأندونيسية، الأمة المغربية، لا تطبق هذه الآية. الشاعر يقول: فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. نحن أمة واحدة واقعة. هذه الآية متروكة من قبل جميع المسلمين تركا عمليا، تركا قرائية ماكو، نقرأها في إذاعاتنا، في التلفزيونات، في المنابر، في الصحف، في الكتب، لكن متروكة عمليا. احنا مو أمة واحدة. الآية الثانية المتروكة عند كل المسلمين آية الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة. إذا إنما المؤمنون إخوة، إيش عجب البحريني في مصر أجنبي؟ لماذا الباكستاني في العراق أجنبي؟ هذه إخوة؟ إنما المؤمنون إخوة مو موجود إطلاقا، مو موجود. كل قطر إذا دخلت في قطر آخر وأنت من القطر الأول فأنت أجنبي، أجانب. فهذه الآية أيضا مسحوقة تحت الأقدام. الإمام الحسين ليلة العاشر وقت الذي يقول إني أحب قراءة القرآن، يريد قراءة هذا القرآن، وإلا قراءة القرآن لفظا حتى يزيد كان حافظ للقرآن. المؤرخون ذكروا يزيد حافظ للقرآن. معاوية استشار بعض أصحابه ماذا أفعل حتى يكون يزيد خليفة من بعدي، قال أحفظه القرآن وعلمه الشعر، لأن المسلمين يتقشمرون بالقرآن، المسلمين في زمانه، ولأن الأدباء والعرب يحبون الشعر فيتخذونه خليفة. يزيد كان حافظ للقرآن ويقرأ القرآن، هذا لا شك فيه. ولما رأى أهل البيت عليهم السلام استشهد بالآية القرآنية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يعني أنا، وتنزع الملك ممن تشاء، يعني الحسين، وتعز من تشاء، يعني أنا، وتذل من تشاء، يعني الحسين. قرأ الآية أيضا تطبيقا خاطئا ومكذوبا. إذن الإمام الحسين وقت اللي يقرأ القرآن ليلة العاشر وعلى الرمح وفي الدير وفي مجلس يزيد وفي مجلس ابن زياد، وبعض ذكروا أن الحسين قرأ رأسه المبارك 70 مرة آيات القرآن، يريد قرآن عملي، ويريد قرآن قراءة. وإلا ما أكثر الذين كانوا يقرؤون القرآن، وما أكثر الذين كانوا يحفظون القرآن. آية الأخوة أيضا ممحية عمليا في كل بلاد الإسلام.
الآية الثالثة، الله لما يريد يعرف الرسول للأمم السابقة، هذا في القرآن موجود، الله يريد يعرف الرسول لموسى، الله يريد يعرف الرسول لعيسى، كما نحن عرف لنا الإمام المهدي. الآن مو معرف لنا الإمام المهدي كيف هو وكيف يظهر وكم أصحابه وكم مدة حكومته وأين مصيره وأين مسيره؟ عرف لنا، لأن من عادة الله أن يعرف اللاحق للسابق، فالله عرف رسول الله للأنبياء السابقين، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية المتروكة عند المسلمين. الله شنو عرفه؟ يقيم الصلاة؟ ما قال. يخمس؟ ما قال. يحج؟ ما قال. قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أربع صفات ثم صفتان متروكتان. هل أربع صفات موجودة؟ عندنا أمر المعروف، عندنا نهي عن المنكر، عندنا حلية الطيبات، عندنا حرمة الخبائث، هذا موجود في البلاد الإسلامية. هالصفتين بعد مو موجودة. يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يعطيهم الحريات. الآن مسلمين أحرار في زراعتهم؟ لا. في تجارتهم؟ لا. في سفرهم؟ لا. في إقامتهم؟ لا. في عمارتهم؟ لا. في إبداء آرائهم؟ لا. في حيازتهم للمباحات؟ لا. ولا 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 واذهب إلى الأخير. المحرمات في الإسلام فقط محرمة: الزنا، اللواط، شرب الخمر، عادة السرية، القمار، هذني محرمات وما أشبه. أما الزراعة محرمة في الإسلام، لكن المسلم يتمكن يزرع كل مكان اللي يحب، يتمكن يسافر كل مكان اللي يحب، يتمكن يبدي رأيه الواقعي في كل مكان؟ لا، حريات موجودة في عالم الإسلام من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، مو موجود أبدا. لست آيات من القرآن الآن تنادي كل المسلمين: أيها المسلمون أحيونا. آية الصلاة موجودة، آية الخمس موجودة، آية الحج موجودة، آية حرمة الزنا والكذا وكذا موجودات، لكن هل آيات مو موجودات؟ الإمام الحسين قال ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. والغريب تشوف في الحدود واقف وكأنه فرض يمنعك عن الدخول والخروج، وماك منكر أبدا، وهكذا. نحن الواجب علينا إذا أردنا أن نتبع الحسين ونتابعه نبكي حسن، نلطم حسن، نطعم حسن، نعقد مجالس القراءة حسن، نزور الأئمة الطاهرين حسن، لكن من الحسن أيضا أن نتبع الحسين. قل، القرآن الحكيم يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعنا القرآن والرسول والحسين والحسن والزهراء وغيرهم من الأئمة الطاهرين، ذاك اليوم يحبنا الله، ولا الله اعتباطا ما يحبنا. إن كنتم تحبون الله يعني صادقين فاتبعوني يحببكم الله. أكو اتباع في صلاتنا في صومنا في حجنا؟ أكو اتباع. لكن في أمتنا الواحدة أكو اتباع؟ لا. في أخوتنا الإسلامية أكو اتباع؟ لا.
في حرياتنا الإسلامية أكو اتباع؟ لا. فيحببكم الله ماكو. إذا ما أحبنا الله وبالفعل الله ما يحبنا، لأن محبة الله لها آثارها. دليل أنه تركنا، الله ما تركنا. 200 مليون مسلم عندنا في الاتحاد السوفيتي وفي الصين وهم تحت أشد أنحاء الكبت والإرهاب 70 سنة. الله يحبنا يخلينا 70 سنة تحت الكبت والإرهاب؟ عندنا في أفغانستان 1,000,000 قتيل و6 ملايين مشرد من أمة نفوسها 20 مليون، والقتل يمشي فيهم ليل نهار. الله يحبنا. في لبنان الحرب بين العراق وبين إيران التي أشعلها الغرب والشرق ويديمون في إشعالها وتزويدها بالوقود، وإلى الآن حسب بعض التقارير، ولا أعلم صحة التقرير أو فساد التقرير، 2,000,000 من القتلى والجرحى. 2,000,000 في أرتريا في الصحراء الغربية، كل قتل للمسلمين، قتل قتل. السجون في كل العالم الإسلامي ممتلئ بالشباب والشابات وهم تحت أشد أنحاء التعذيب، وكلكم تعلمون هذه القضايا. الله يحبنا. إذا أحبنا الله يتركنا هكذا، مو سنة مو سنتين مو عشرة مو 20 مو 30 مو 40 مو 50 مو 60. اللهم يحبنا لأننا لا نعمل بقوله أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. نحن ما عندنا وفاء بعهد الله. قولوا نصلي نصوم نحج، هذا كله صحيح. الطائرة فيها 1,000 جزء وقطع، لكن أجنحة ما عندها تطير. السيارة فيها 1,000 جزء وقطع، لكن شروخ ما عندها، عجلات ما عندها تسير. الإنسان كل أجهزته صحيحة، لكن خذ قلبه إنسان كله. آيات القرآن هكذا. الله يذم أناسا يحكي عنهم بقوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. شوف الله شنو يقول، يقول أولئك هم الكافرون حقا، يعني الذي يؤمن ببعض آيات القرآن ولا يؤمن ببعض آيات القرآن في منطق القرآن أولئك هم الكافرون حقا. نحن بحاجة في الحقيقة إلى تطبيق القرآن. إذا طبقنا القرآن ذاك اليوم يوم سعادتنا وسيادتنا وعزتنا وكرامتنا. إذا ما طبقنا القرآن نبقى في الأرض تائهين. قال شوفوا موسى عليه الصلاة والسلام وهارون نبيان عظيمان. موسى نبي عظيم من أولي العزم، وكلم الله موسى تكليما، وهارون هم نبي، الله بعثهما. بني إسرائيل موسى وهارون في بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل ما كانوا يسمعون بعض كلام الله تعالى. في الصحراء الله تعالى خاطب موسى وهارون قال في القرآن فإنها، يعني دخول البلد المقدس، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وموسى بينهم وهارون بينهم 40 سنة ما سمعوا كلام الله. الله كفاهم، الله ضربهم راشدي صفعهم. هذه آية قرآنية ولا مو آية قرآنية؟ قال فإنها محرمة عليهم وأنت يا موسى فيهم وأنت يا هارون فيهم وأنتما نبيان. وموسى يكلمه الله تاه في الأرض، حتى موسى مات ودفن هناك، وهارون توفي ودفن هناك، وهم يتيهون في الأرض حتى صاروا بعد ذلك يعملون بكتاب الله المنزل ذاك اليوم التوراة، دخل الأرض المقدسة.
إذا لم نعمل بآيات القرآن الله له قوانين، من عمل بقوانينه سعد ومن لم يعمل بقوانينه شقي. والنبي الأعظم يقول إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. الآن الفتن ماخذ المسلمين من كل جانبهم كقطع الليل المظلم وفي كل بلاد الإسلام، لازم نعمل بالقرآن حتى ننجو. نحن بحاجة إلى إحياء الآيات الثلاث، الأمة الواحدة، حتى تكون للمسلمين مثل زمان النبي حكومة واحدة، لازم عندنا كل حدود جغرافية لازم ليكون، تسقط الحدود الجغرافية، كل الحدود الجغرافية حدود جاء بها الغربيون والشرقيون والجهلة المسلمين الحكام، والحدود ما كانت بين البلاد الإسلامية. المسلم في البلد الإسلامي كان يسافر أين يريد، أين يذهب، أين يأتي، ماذا يعمل، ماذا يصنع، كان حر. حدود بين البلاد الإسلامية من صنع الغربيين والشرقيين وضد الإسلام والمسلمين، هذا لازم يسقط. لازم الأخوة الإسلامية ترجع، يعني أنت ماكو فرق في أن تكون في داكار أو في جاكرتا أو في طهران أو في بغداد أو في الرياض وأنت في بلدك، لك حق التجارة والزراعة والصناعة والسفر والإقامة وإبداء الرأي ونصب المطبعة وفتح المؤسسات الخيرية كالمستوصفات المستشفيات. ذاك اليوم رجعت الأخوة الإسلامية، وذاك اليوم اللي ترجع الحريات الإسلامية وكل مسلم حر في كل شيء، لا جنسية لا هوية لا كارت لا كذا لا كذا لا تصدير لا استيراد. ذاك اليوم أيضا طبقت الحريات الإسلامية، وذاك اليوم لا أكو من أمريكا أثار، ولا أكو من فرنسا أثار، ولا أكو من بريطانيا أثار، ولا أكو من الصين أثار، ولا أكو من الاتحاد السوفيتي أثار، لأننا عملنا بالقرآن ثانيا. نحن يجب علينا أن نعمل هذه الأعمال إذا أردنا اتباع الحسن، إذا أردنا فاتبعوني يحببكم الله. هذا كيف يمكن؟ فالهدف هذا، وهو هدف رسول الله وهدف علي وهدف الحسن وهدف الحسين وحتى هدف الإمام المهدي إذا ظهر. أما هذا كيف نتمكن نحن أن نعمل؟ بشيئين. الشيء الأول إملاء وملء البلاد الإسلامية بالكتب التوعوية وبالخطابات التوعوية، يعني أنه يجب علينا أن نطبع ونملأ البلاد الإسلامية بأقل تقدير مليار ونصف كتاب توعوي يعطيهم الوعي. من يكتب هذه الكتب؟ أنتم المثقفون، أنتم كلكم مثقفون، اكتبوا، ألفوا، أرشدوا، انصحوا. شباب هذا معنا البقال العطار البزاز، كل له مهنته وعمله وشغله، أما أنتم ماذا وأنتم كلكم مثقفون؟ القلم، علم بالقلم. وفي خطاباتكم أيضا تخطبون فوق المنابر عن الصدق صحيح، عن الأمانة صحيح، عن الوفاء صحيح، عن الصلاة صحيح، عن الحج صحيح، واخطبوا فوق المنبر حول هذه الأمور أيضا. وكثيرا ما نشاهد، وأنا كنت أشاهد في العراق كثير من الإخوة حفظهم الله يصعدون المنابر ويتكلمون، لكن هذا الشيء إما ماكو إطلاقا أو قليل قليل لا ينفع. ألفوا، كونوا مؤلفين، كل واحد منكم الشباب يتمكن أن يؤلف 100 كتاب 200 كتاب. نحن في علمائنا وحقيقة علمائنا مفاخر، فيهم إنسان ألف 200 كتاب، فيهم إنسان ألف 300 كتاب، فيهم إنسان ألف 400 كتاب، فيهم إنسان ألف 600 كتاب،
والعلامة الحلي ألف 1000 كتاب ومنذ 700 سنة العلامة الحلي هو محور الحوزات العلمية. منذ 700 سنة كان يكتب بالليل ويكتب بالنهار ويكتب في الحر ويكتب في البر ويكتب في الصيف ويكتب في الشتاء، ويكتب وهو يركب على حماره منتقلا من الحلة إلى كربلاء للزيارة وراجعا، يألف فوق الحمار. غريب واقع، حتى هالخمس دقائق أو هالخمس ساعات لا تفوته يألف. ولذا بعده ولده فخر المحققين تمكن أن يقرأ كتبه فقرأها وبيضها ثم طبع منها وأخذ منها 1000 كتاب، وهو مرجع أعلى للشيعة في زمانه. ولا تفوته زيارة الحسين كل ليلة جمعة، يوم الخميس كان يأتي إلى زيارة الحسين من الحلة إلى كربلاء ويوم الجمعة يرجع، وهو في طريقه يألف كتب. وإلى الآن كتب موجودة، وأنه كتبها في فلان كتابه. هو فكر في نفسه هذا إنسان غير عادي، لأن من أين يعرف أنا كاتب في كتابي وكتابي في بيتي وذاك اليوم مخطوط ومو مطبوع ومنتشر؟ سأل العلامة الحلي عن العربي، هل يمكن أن يرى الإنسان الإمام المهدي في غيبته؟ أجابه العربي: كيف لا يمكن ويدك في يده؟ فخر العلامة عن حماره مغشيا عليه، عرف أنه هو الإمام المهدي. الإمام المهدي يأتيك إذا كنت في طريقه، وإذا كنت مروجا لجده ولأبيه. أما نحن في طريق والإمام المهدي في طريق آخر صلوات الله عليه. ألفوا أيها الإخوة، لماذا نحن قليل التأليف؟ خصوصا الكتب التوعوية التي تعطي للمسلمين الوعي، ما عندنا نحن، أو قليل عندنا. وأنتم شباب، أكو في الآية الكريمة لله الحجة البالغة، في تفسيرها هذه الآية: يأتوا بك يوم القيامة ويأتوا بي ويأتوا بهذا الأخ وهذا الأخ، يقولون لماذا ما ألفت وأنت مثقف؟ يقول: يا ربي وإلهي، تعرف أشغالي، عائلتي، زوجتي، سفري، مالي. يجيبون العلامة الحلي يقولون: هذا كان مثلك، شلون ألف هذا؟ كمثال جاء نمثلها، قل لله الحجة البالغة. يقولون: فلان الخطيب كان يصعد المنبر وتحت منبره 100,000 إنسان، لماذا ما صعدت المنبر؟ هذا إنسان، أنت إنسان، هذا عنده مشكلات، أنت عنده مشكلات. لله الحجة البالغة، يعني مثل ما كان تجاوب. في آية أخرى الله تعالى يقول: يبلس المجرمون، يعني ما عندهم جواب. ألفوا تأليف في مختلف الفنون الإسلامية التوعوية، حتى نعطي للمسلمين جرعة كبيرة من الوعي، ومن أين داؤهم وكيف دواؤهم. هذا شيء. الشيء الثاني، قلنا الطريق إلى هذا الهدف الذي هو هدف الإمام الحسين، وهي إحياء هالآيات للقرآن الحكيم. الشيء الثاني، في العالم الإسلامي أكو مختلف النشاطات الإسلامية وجزاهم الله خيرا، من منظمات، من أحزاب، من مكتبات، أحزاب إسلامية أقصد، من دور نشر، من خطباء، من علماء، من مؤلفين، من كتاب، من مطابع وما أشبه. إذن لكنها متفرقة، والغربيون والشرقيون يهتمون لتفرقتها. نجمع الكلمة. النبي الأعظم يقول: إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. يعني أنت 70 سنة تصلي وتصوم عند الله، وإنسان صديقك أصلح ذات بين اثنين،
يوم القيامة ذاك أفضل من هذا الإنسان اللي صلى 70 سنة صلاة وصياما. لماذا هذا الشيء؟ إصلاح ذات البين. لماذا هذه الحركات المتناثرة المختلفة المتفرقة لا تتحد في تيار؟ لازم نتعلم من الله. في حديث جميل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يبني الكعبة ويجعل حجر على حجر، هكذا حجر على حجر على حجر من الحجار. يريد إبراهيم تعليمناها، لما الكعبة ترتفع تتشقق الحجارة. الله تعالى خاطبه: تعلم مني يا إبراهيم، شوف أنا النخيل كيف أصنعها. على قول أدباء العرب: حل شد، يعني لبنة هكذا لبنة هكذا لبنة هكذا لبنة هكذا، مو لبنة هكذا لبنة هكذا، حل شد. النخيل شايفيها أغلبكم، شايفين حل شد جسم النخيل. الله قال لإبراهيم: تعلم مني. فصنع إبراهيم الكعبة هكذا حلا وشدا، فصارت الكعبة وقامت وبقيت. نتعلم من الله. كل فرد قطرة، هذه القطرات تتجمع تصير عيون صغيرة، العيون الصغيرة تتجمع تصير أنهر، الأنهر تتجمع تصير بحر. نحن مو هكذا واقع. وإلا العالم الإسلامي ممتلئ بالحركات وبالنشاطات، وجزا الله الكل خيرا، لكن هالحركات والنشاطات مو مربوطة. في أفغانستان يقتل الأفغانيون، نحن العرب ما يخص. في العراق يقتل العراقيون بسبب صدام، نحن الباكستانيون ما يخصني. في لبنان يقتل المسلمون بسبب اليهود والمسيحيين، نحن المغربيين لا يخصنا. بينما هذا ضد كلام الرسول 100%. الرسول قال: إنما مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الآن الغربيين جايين، العين مطلعيها، الأذن قاطعيها، الأنف جادعيه، اليد قاطعيها، الرجل قاطعيها، جعلوا من البدن الواحد الإسلامي 1000 قطعة. الإنسان إذا قطع قطعة 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 يبكي، يحكي، يتكلم، يمشي، له. إنما مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فيجب علينا جمع كلمة المسلمين. كل الحركات والنشاطات تصير مثل البحر، كل إنسان قطرة، كل مجموعة عين صغيرة، كل مجموعات متلاحمة نهر، هالأنهر تلتقي بعضها مع بعض ثم تصب في البحر يصير بحر. لكن المسلمين الآن مو هكذا، ما متعلمين من الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أنا كذا، هو يقول أنا كذا، أنا أقول جماعتي كذا، هو يقول جماعته كذا. والغربيون والشرقيون استفادوا من هذا التفرق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هم فشل، هم ما عندنا سمعة في العالم. 1500 مليون مسلم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا شيئا. هذا الطريق، قلنا الهدف والطريق إلى الهدف الكتب التوعوية وجمع كلمة المسلمين. نأتي إلى شيء مقدم لهذا الهدف، وهذا أخير مبحثنا، وهو صفاتكم النفسية: الغرور، الكبر، الأنانية، الوحدوية، يعني أنا وحدي. هذه تحطم الإنسان، أي إنسان كان. لماذا نحن صرنا مجمع الرذائل والعياذ بالله؟ ما أقول الكل. أين الصبر؟ أين الحلم؟
أين التعاون؟ أين الخدمة؟ أين الواقعية؟ أين الحقيقة؟ في الحقيقة قليل في المسلمين وقليل، هذا المشكلة واقع. وإذا ما رجعت صفاتنا صفات واقعية نبقى هكذا. الشاعر يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نتعلم من رسول الله، آخر الرسول أي نوع قدوة لنا؟ أبو سفيان يحارب رسول الله 20 سنة، يحارب رسول الله بنفسه وبزوجته هند وبولده وبأقربائه 20 سنة، ويحارب شخص الرسول، رسول الممثل لله، الخليفة الشرعي لله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، مع ذلك لما يرد مكة المكرمة هذا فقط نقوله نحن قولا معملا، والعمل هو المفيد. لما يدخل مكة المكرمة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعطي امتياز. من دخل الكعبة فهو آمن، يعني يجعل دار أبي سفيان كالكعبة كالمسجد الحرام. ثم من يغدر من يكذب، ما تقولون وما تظنون؟ أحيانا مثلا فرد رئيس يريد أنه يحبب نفسه إلى الناس يكذب، بعد ذلك يأخذه. لا لا لا، ما تقولون وما تظنون؟ أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وما قال هذا فقط، بعد ذلك اتفق من نفس مكة حرب الحنين. الرسول طلب أبا سفيان، قال: يا أبا سفيان، كما كنت رئيسا وزعيما في حرب الكفار، هل تحب أن تكون رئيسا وزعيما في حرب المسلمين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: خذ جماعتك وتعال للحرب. وذهب إلى الحرب مع رسول الله، وحارب في حنين مع رسول الله. وبعد ذلك النبي أكرمه 100 بعير، وبعير في ذلك اليوم سيارة، سيارة مرسيدس. 100 بعير النبي أعطاه، وأعطى ولده معاوية 100 بعير، وأعطى ولده يزيد، مو يزيد ابن معاوية، يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية، وأعطى ولده يزيد 100 بعير. شوف كيف تمكن الرسول من التقدم، هذه المصفات. لكن نحن المسلمين والعياذ بالله تفرقة ونزاع وتخاصم والسباب وإلى آخره مما تعلمون، واللغويات واللونيات، وأنا أفضل من ذاك وهو أفضل من هذا وإلى آخره. هل بهذه الصفات الرسول تقدم؟ صفاتكم النفسية، صفاتنا النفسية، العلم، الحلم، الورع، التقوى، الواقعية، الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، المروءة، الغيرة، التعاون، هذه الصفات تقدم الإنسان. مروان كان يستهزئ بالرسول، مثال ثاني، هذا يستهزئ بالرسول ويسب عليا في زمان علي، لهم قصص كثيرة ما علي بالقصص. وحرك المرأة المعروفة ورمى جنازة الإمام الحسن 70، جنازة الإمام، جنازة الإمام بعد. ولما صار نوبة الإمام الحسين، في بعض التواريخ أنه كان جالسا في مجلس يزيد لما جاء برؤوس الحسين وأصحابه والسبايا، ويزيد يدعي نفسه خليفة، لكن مروان من الجلساء مو شخص، أنشد هذا البيت كما في بعض التواريخ: يا حبذا بردك في اليدين، جاء وأخذ رأس الحسين شامتا به، بردك يعني بارد بعد عن جسم الإمام الحسين، راح منه الروح. يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين،
شفيت نفسي أو صدري من دم الحسين. شوف أي واحد مروان تفصيل له. لكن في يوم الحرة لما أرادوا قتل أهل المدينة وسبي نسائهم، هذا مروان جاء للإمام السجاد: يا ابن رسول الله، تأذن لعائلتي يجون إلى بيتك وأنا أجي إلى بيتك، لأن بيتك آمن حسب أوامر يزيد في قصة. الإمام السجاد قال: أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. تحب أن تبقى في بيتي هنا؟ تحب أن تأتي أنت وجماعتك وعائلتك إلى مزرعتي خارج المدينة؟ تفضل في خارج المدينة. مروان قال: لا، أنا أحب أن أكون في خارج المدينة لأن أخاف داخل المدينة. راح الضيف للإمام السجاد هو وعائلته، وهذا الذي يستهزئ برسول الله، يسب عليا، يرمي جنازة الحسن، يهين بالإمام الحسين، الإمام السجاد هكذا يعامله. هكذا تقدموا يا إخوة. لتنسون، اقروا يومية دعاء الصحيفة السجادية الذي يسمى بمكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآل محمد وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. جاءوا إليه وقالوا: فلان استغابه. لا، إنسان طيب هذا، ما أظن مستغيبني، أقطع مستغيبني. شيخ البهائي، هذا أحد العلماء، كان رئيس إيران، الرئيس الأعلى في إيران في زمانه في أيام الصفويين، وشيخ الإسلام، كانوا يأتون إليه ويقولون، هو رئيس الأعلى للدولة، الشيخ البهائي المعروف، كانوا يأتون إليه ويقولون له: فلان أهانك، استغابك، سبك. يهدي إليه سلال من الفواكه، من الأقمشة، يقول: هذا تعليم الإمام السجاد. وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. إننا إنما نتمكن من تطبيق هدف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إذا صارت لنا صفات الإمام الحسين، وتلك الصفات الرفيعة أن نكون في طريقهم. إذا صارت لنا صفات رسول الله، رسول الله أسوة حسنة، صفات أنفسهم. أما النزاعات وعركات السباب في البيت، في المعمل، في المصنع، في المدرسة، أنا أفضل من ذاك وأفضل من فلان، هذا لماذا صنعها كذا وفلان فعل كذا في كذا، هذا لا يقدم الإنسان، هذا يؤخر الإنسان وأخرنا. 1500 مليون مسلم حسب الخرائط الأخيرة للعالم الإسلامي. شوفوا شلون تبضع وتفرق، وفي كل بلد من بلادهم إنسان مربوط بالغرب أو بالشرق يسومهم أسوأ العذاب والعياذ بالله. إذا تمكنا من التفكر في ذلك الهدف وسلكنا الطريقين اللذين ذكرتهما، ومقدمة لذينك الطريقين ولتينك الطريقين اتصفنا بصفات الأنبياء. أكو في الأحاديث في الأدعية: اللهم خلقني بأخلاقك وأخلاق أنبيائك. تتخلق بأخلاق الله، الله عفو، الله رحيم، الله كريم. يا من يعطي، في دعاء رجب من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. إذا تخلقنا بهذه الأخلاق صرنا خير أمة، ترجع سيادتنا وعزتنا وكرامتنا وإسلامنا، ونكون ذاك اليوم خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك.
وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل صدام وحزبه ويفتح العراق للمسلمين، وأن يزيل دكتور نجيب الله في أفغانستان وحزبه، ويرجع أفغانستان إلى المسلمين، ويرجع فلسطين أيضا إلى المسلمين بإزالة اليهود، ويجعلنا جميعا من أهل طاعته ومغفرته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج وليه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.